حرم فيصل سويري من عام شوفير، مش شوفير معناتها تاكسي ستيع، من عام 99 وين نمارس في المهنة هذه، ونحمد ربي ونشكره على كل مفضل ربي ورضاية الوالدين. أمي هي تشجع فيها باش نخدم في التاكسي، الله يرحمها، وأني بابا تاكسيست، نمر التاكسي متاعو معناتها عنا التاكسيست، وجدي كيف جدود متاعنا معناتها وفاميلتي ولاد عمي، وما لقيتش صعوبة في التاكسي، لقيت كان القدر وكان الاحترام، ونحب الكليونات برشا، وكل مني معناتها الناس كلها تقدرني وتحترمني. عندي ثلاثة صغيرات، زوز وليدات وبنية، ربي يفضل أمي وربي يعيشهم، ما شاء الله توا كبروا، الله واحد، ما لقيتش صعوبة في التاكسي حتى طرف، لقيت كان التشجيع، لقيت كان حتى كالصغير يطلع معايا ما شاء الله عليه، يبدا يحكي معايا يسألني، يقول لي يتا، يبدا يسأل فيا، تبدا أمه تبدا هكا توزن، فهمتني؟ حتى اللي ما عندوش فلوس نهزه، اللي ساعات يعرضني واحد معايا كليون راء إنسان معاق مريض كا ما تعجبنيش، نطلب السماح من عند الكليون، بارك الله فيهم زاد الكليونات الكل، فهمتني؟ نوقف ونهزه نوصل لك اليوم، بعد نرجع للثاني معناتها نهزه وين يحب هو، المهم نقصته وهزيته. صارت برشا ناس مسكنات في السخانة وكذا نعاونهم، لا مش على حكاية نخدم في التاكسي، أني مع المواطن، أني مع الشعب، أني مش هو نخدم في تاكسي معناتها هدرة كما يقولوا هدرة والدجاج يقح، لا أني مع المواطن في الباهي وفي الخير، مش كنت قبل نمشي على سقايا واليوم عندي تاكسي نفتخر، لا يعني واحدة مرأة شعبية وبنت دار ونعذر. والله العظيم قسمت بالله مش على خاطر نخدم في تاكسي، يركبوا معايا برشا نسي ما يحبوش يهبطوا ساعه ساعه تاكسي، فهمتني؟ يشيخوا عليا خاطر ساعات نحط لهم غناية نبدا نستحي نوياهم ونقول لهم هيا حطوا تشيشة بخور، عبارة معناتها مانيش تاكسي، فهمتني؟ ساعات رجال ما شاء الله عليهم يقولوا لي بربي يا تعمال عطينا نمروك باش نبعثوا معاك الصغيرات، فهمتني؟ خاطر يشيخوا عليا، فهمتني؟ هيك هاو معناتها الحق باهية كخدمة التاكسي كاميرا باهية برشا، مش باهية، باهية برشا، فهمتني؟ وربي مع الزوالي وكا هاو. خدمة التاكسي عرفتني على برشا عباد، مش عباد برك، برشا 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 برشا، وعندي كونتاكت معاهم ومحليهم، والأغلبية بكلهم زواولية راه، فهمتني؟ الأغلبية بكلهم زواولية، بالحق كي يركب معايا تحسوا معناتها فرحان كأنه مولود من لون جديد، والله صدقني أقسم بالله، غير عاديين، تسمع كان الكلمة، هما اللي شجعوني راه، الكليونات والتاكسيات هما اللي شجعوني باش نخدم. سينو راني هربت عليها التاكسي راه، ساعات نبدا قاعدة يطلبوني من غير ما نخرج نجري، حتى قسمت بالله الساعة ساعة الخمسة متاع الصباح يقيموني، فهمتني؟ يقولوا لي لا من تناو بنسانة كان معاك انت، فهمتني؟ مش حكاية تاني مرأة ولا حاجة، كيف راه كي المرأة كي الراجل، كيف وكنا نخدم وكنا ربي يسترنا وكلنا ربي يهدينا على بعضنا، وخدمة النهار ما فيها عار وكلها شرف. وربي ديما نقول، يعني ديما نقول ربي يهدينا على بعضنا وكاهو